المنتديات من قبل لجنة الانضباط على العنزي يخوض في هذا الموضوع. خطوات متسارعة ومساع حثيثة لتنقية الوسط الرياضي من الشوائب التي منفكت وهي تشوه صورة الرياضة السعودية والتنافس الشريف الذي كان الأساس لقيام الرياضة بمختلف أنواعها. البيان الأخير الذي أصدرته لجنة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بمراقبة كل ما يكتب في الصحف الإلكترونية والمواقع والمنتديات الرسمية ضد أي شخص بالإساءة والتجريح بالتعاون مع لجنة الإعلام والإحصاء ما هو إلا بداية الانطلاقة لتصحيح وتصفية الأجواء وتنقيتها من تلك العوالق التي كانت لزمن طويل هي السمة الأبرز في العديد من الصحف والمنتديات والمواقع الإلكترونية. ولعل الوقت قد حان لتتحرك الأندية لمراقبة جميع ما يعرض في مواقعها الرسمية من مواد وتصريحات مخالفة للائحة العقوبات، بالإضافة إلى ضبط التصريحات الصادرة من النادي سواء من أعضاء مجلس الإدارة أو اللاعبين أو حتى أعضاء الشرف والمراكز الإعلامية. قرار قوي سيساهم بالتأكيد في الحد من الكثير من الإساءات التي تتعرض لها اللجان والمسؤولين والشخصيات الرياضية. أسبوع واحد فقط هو المهلة التي حددتها لجنة الانضباط للأندية للتأكد من خلو المواقع الإلكترونية الرسمية من كافة المواد والتصريحات المخالفة، وبعدها سيكون للجنة الحق في اتخاذ أقصى العقوبات التي نصت عليها اللائحة. هيك تعرض كثير من أتشرف في خدمتهم في الوسط الرياضي إلى إساءات لا يمكن بأي حال من الأحوال قبولها، وهذه الإساءات مصدرها المواقع الإلكترونية الرسمية، وأحدد الرسمية، يعني ممكن بعض الأندية كلها أكثر من موقع، أنا اللي يعنيني هو الموقع الرسمي للنادي. يتعرض الإساءة بمثلا ألفاظ مسيئة خارج عن حدود الإسلام أو خارج عن حدود الآداب العامة أو فيها تهكم بالاسم أو بالشكل أو حتى وصلت إلى درجة أن بعضهم كان يحط أرقام تليفونات المسؤولين وحثهم على رسائل. كل هذه الأمور لا يمكن السكوت عنها أو تجاهلها، لكن أيضا لابد تكون آلية المحاسبة بشكل متقن. يعني على سبيل المثال اللائحة ستصدر لاحقا، لكن أحب أعطي فكرة ما هو المقصود من ذلك. مثلا موقع لنادي معين لمدة 24 ساعة كان هناك موضوع لم يتم حذفه وفيه إساءة إلى أي منتسب للوسط الرياضي، ولا بد أن يكون هناك شاكي. يعني لجنة الانضباط لن تكون رقيب على كل المواقع ولا يمكنها ذلك، إلى المواقع كثيرة، ولكن أي شاكي لأي شيء صدر في حقه سواء اللاعب رئيس نادي رئيس لجنة أيا كان وضعه في المنظومة الرياضية سيكون هناك آلية للتعامل مع هذه الشكوى، وطبعا لابد يرفق ما يثبت أن هذا صدر من خلال هذا النادي وعلى موقعه الرسمي. بعد ذلك يأخذ إجراءه النظامي إذا استمر هذا الموقع بتبني هذا الموضوع ضد هذا الشخص، بما لا يتعارض مع الأنظمة الصادرة مع وزارة الثقافة والإعلام، الأنظمة الخاصة بالمواقع الإلكترونية. تعليقك يا أبو سعد. كنا نقول في البداية حقا الأمر صعب، توضيح الأمير نواف في شيء كثير من الصراحة والوضوح، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا سنفعل عندما تنتقل الإساءات من خلال مواقع الأندية إلى مواقع أخرى؟ نأمل أن يتم محاسبة فقط القنوات الرسمية الناقلة التلفزيونية للتنقل التلفزيون، القنوات الأكثر قدرة على الوصول إلى المجتمع. وضح هذا شلون إذا انتقلت من مواقع يعني بنزل موقع للنادي، بنزل إساءة لشخص معين على موقع النادي، ثم ستنتقل إلى مواقع الخاصة بآلاف الأشخاص أو ملايين الأشخاص. المواقع العامة سيقوم النادي بحذف هذا الموضوع، هي المنتديات الرياضية في المواقع العامة. في المواقع العامة، ثم تصبح قصة مطاردتها. الإساءة عبر القنوات التلفزيونية والإعلام الرسمي أعتقد هي ما يجب أن يتم محاسبته في رأيي الشخصي فقط. عمر، موضوع الإنترنت والإعلام هذا موضوع شائك وبحر متلاطم الأمواج، يعني لا وزارة الإعلام وزارة الثقافة والإعلام وهيئة الاتصالات وغيرها من المؤسسات الدولة ومدينة الملك عبد العزيز كلها لا تستطيع أن تجد حل لهذا الموضوع. أعتقد أنه لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم وأيضا الجهات المعنية في رعاية الشباب عليها أن تركز فيما يخص الجانب الرسمي والتعامل معه بشكل واقعي.
حينما أقول واقعي، لأنه نحن في مجتمعنا، نحن المجتمع بحاجة إلى ثقافة، ثقافة عليا فيما يخص النقد، فيما يخص النقد الحكام الإداريين اللجان إلى آخره. نحن الآن في بداية مرحلة، أنا أعتقد أن الكرة السعودية الآن في بداية مرحلة انتقالية، مرحلة العمل الإداري المنظم، وفي ظل وجود لجان ولجان متخصصة. تحتاج هذه المرحلة أنا أعتقد إلى ما بين 3 إلى 5 سنوات حتى تأخذ الأنظمة هذه مجراها، وبالتالي تستطيع أن تحدد. نحن لازال يعني الأمير نواف في مؤتمر، في هذا المؤتمر تحديدا لما طرح عليه سؤال ماذا عن قضية أحسن عبد الغني وخالد عزيز، قال لك أنه ما حدث في المباراة شيء، ولو أردنا أن نطبق ما اللوائح بنصوصها وحذافيرها لشطب كل الرياضيين. ولدينا أكثر من 400 قضية، حينما يكون لدى رعاية الشباب أكثر من 400 قضية فهذا أمر مهول. هذا تعليقكم على موضوع رقابة المنتديات من قبل لجنة الانضباط. تعليق أخير على الموضوع، كانوا متحمسين شوي لجنة الانضباط ولا كانوا واقعيين؟ أعتقد في موضوع المراقبة الانترنت كانوا متحمسين كثيرا، بالغوا في الموضوع؟ بالغوا. أعتقد أنه أرجو من اللجنة أن تركز جهدها على ما يحدث داخل الملعب، وترك خارج الملعب لجهات أخرى تتولى العملية.